laftananlar mı? Tesadüflere inanmam. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere inat. Sağım solum kötü kadın, sıkıldım beni yatın şu gıybet oyunundan. Yalancının mumu söner, hikaye başa döner, bir şarkı vardı neydi la? Laftan anlamaz. المصاري انا ما بضل دقيقه معه لهالبني ادم بهذا المكان هذا بنوب. شو الموضوع؟ خير شو صار لك يا حلوه؟ قليلي مين معصبك احكي. خذني من هون فورا. خلص اهدي هلا باخذك مو مشكله، بس قليلي شو في؟ قليلي امي انت متضايقه من حدا؟ سال هالسؤال لاخوك، يمكن إذا عنده الجرأة بيحكي. راجع. أنا آسف كتير نوران، شوي وبرجع لك. يا ربي لازم أعرف شو اللي عم بيصير هلا. أي لا بقى، يعني أمي هلأ من جهة وأنت من جهة تانية؟ تناقرنا مو أكتر. بس بالعادة أنت ما بتتناقر مع أمي. مزبوط معك حق. أمي أحياناً بتكون قاسية شوي مراد، بس قلي لشوف شو صار بيناتكم. مهما صار مو مهم، بتضل أمك. لك أخي شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ هي أمك كمان. بس هي مو أمي. دقيقة كيف يعني؟ هلأ معقول أمي قالت لك هذا الحكي؟ شو كان في لزوم لحتى تقول هيك كلمة؟ خلينا نسكر على الموضوع، ما كان له لزوم أصلاً. مراد لو سمحت. أنا ما بدلك بكل الدنيا أنور، ومستحيل شي يفرقنا. بعرف هذا الشيء ومتأكد كمان. هذا المهم يا أنور. اسمع كرم، أنت بتكن لي مشاعر وأنا بعرف هالشيء. أنا بحبك يا بيسان، وهي مو بس مشاعر. يعني بتمنى انه تكون فهماني وبدون زعل، لاني لهلا مو حاسه فيك وما في مشاعر بنوب. انت كيف عندك هيك قوه؟ لانه انت بالنسبه الي مثل كل شيء حلو، ما فيني اتخلى عنك، وجودك مهم. بس ليش انت متجاهله وجودي؟ كرام عم تحطني بمواقف محرجة، عم تتعبني كتير. تليفوناتك، بالهدايا، بإصرارك، عم تخليني محاصرة وكل شي عني بتعرفه، وهالشي عم يضايقني. أنا ما قصدي ضايقك أبدا، وإذا ضايقتك أو خنقتك فأنا بعتذر. كل شي عم ساويه أنا بس لحتى ألفت نظرك، ويمكن أنا غليظ بعرف. تركني بحالي كرام، هالحب مستحيل. أنا ما بدي أكسر لك قلبك ابنو. يعني أول مرة شفتك فيها كسرتي لي قلبي، ومع هالشي صدقيني أنا أسعد إنسان بالكون كله. ما فيني أكون معك صدقني. لك ليش؟ لأنه نحن مثل الليل والنهار كرم، أنا باردة وأنت دافي، أنا أنانية وأنت بتضحي كتير. النهار ما بيطلع بدون الليل.
وإذا كنتي باردة أنا بدفيكي. اسمحي لي، كل شي ناقص فيكي أنا بكمله بمعرفتي، وإنتي كمان بتكملي النقص تبعي، وهيك منكون كملنا بعض. خلاص بعد عني كرم، هذا الحب مستحيل ينجح. أنا بعد ما لقيتك مستحيل أتراجع، ورح أستنى حتى لو 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، بس أنت لا تقليلي تركني وتموتيلي حبي. الوقت قدام حبي إلك مانو مهم بنوب. بيسان، إذا بتريدي اسمحي لي يكون الكتف اللي بتستندي عليه، التنهيدة اللي بتطلع منك لما بتتعبي، وكون الحضن الدافي لما تبردي. انت شلون قدران تحبني؟ اه انت بتعرفني من كم يوم، حاجتك بقى لف ودوران. لا يا بيسان، انا ما عندي هاي الحركات، انا ما بلف وبدور. طيب ليكي اسمعي شوي، خلينا نتفق انا وياكي، اعطيني شهر واحد بس، انا طالب منك فرصة، وبوعدك هالمرة مستحيل زعلك او اخنقك كمان، اعطيني بس فرصة واحدة واسمعي كلامي، جربي تعرفي علي منيح، لك بس مرة واحدة اسمحي لي حبك بطريقتي، وإذا هذا الشهر مرق وما حبيتيني وقتها قولي لي يا كرم أنت خسرت وطلع من حياتي نهائياً، وأنا بوعدك إني رح أطلع. بس إذا قلتي لي كمل يا كرم، رح أحط إيدي بإيدك ونكمل سوا، ساعتها متأكد إنك رح تموتي علي. إيه؟ والله الدنيا غريبة كتير، ليش دائما نحن منحب اللي ما بيحبنا؟ ليش اللي بيحبنا ما بيلفت نظرنا؟ عم نضيع الفرص. ايه عم بحكي مثل كرم اليوم، ما تواخذيني. ايه شو بعرفني؟ انا كتير متضايقه ومقهوره عليه، وهو ما عم يفهم اني ما بحبه. صحيح، عشو اتفقتوا بعدين؟ اسمعي، قلت انه اعطيه فرصه، رح اتحمله شهر واحد. لك يا بنت، أنا عملت هيك بس لأنه الزلمة قطع لي قلبي وهو عم يترجعني إني وافق، يعني هذا هو السبب. أسيل، عرفت شو صار معك؟ رح تتفاجئ كتير، والله رح تفرح لك. وليش لا تعرف يعني؟ أصلاً ما بدي إلا لأنه عاملي محامي دفاع عن السيد كرم، وشو ما حكيت أنا بتصير دافع عنه فوراً، وعم تخليني أكرهه، تعرف بالصدفة أريح. دخيله أنا اللي لابس أزرق شو لابق له وطالع عليه بجنن، شو هالجمال هذا كله؟ أوه، هلأ تذكرت إنه عندك أم وهيك؟ أمي بشرفك، خلصنا بقى، لما شفت بابا راح معك قمت رحت شفت مراد. ليش بو مراد؟ ها، أنا ما بهمك يعني. شو صار لك داليا؟ خلصنا، ما أنا كنت معك، هالشي ما بكفي يعني؟ يا ترى لو بيعرف هلأ شو حكى مراد كان بيتصرف بهالطريقة؟ ممكن حدا منكم يحكي لي هلأ شو اللي عم يصير؟ اليوم مراد وداليا تناقروا، يبدو صار في سوء تفاهم مو أكتر من هيك. كل هالشي سوء تفاهم عندك؟ ممكن تسمعي شو بدي إلك أمي؟ هلأ أخي مراد وضعه أصعب من وضعك. ليش؟ لأنه هو الغلطان. يمكن لأنه حضرتك اليوم قلتي له أنه ما بتكوني أمه. طيب وانت بتعرف شو قال لي حتى أنا قلت له هيك؟ شو بده يكون قايل يعني مراد؟ أنا حفيدي شاب مؤدب ومحترم طول عمره. شو قصدك؟ يعني أنا اللي مالي مرباية؟ أنا هلأ عرفت قيمتي، وعرفت إنه وجود مراد أهم بكتير من وجودي. مو حرام تحكي عن ولد يتيم بهالطريقة المنيحة؟ والله أنا مقهور أكتر منك ستي، رح أطلع شوي وطيب خاطرة، وبعدين بحمل حالي وبروح لعند مراد. Thank you.
كرم؟ هيك كرم حاف؟ ما فهمت. قول المتيم، كرم العاشق، كرم اللي صار عنده حبيبة، لك يلا بارك لرفيقك. ممتاز، على ألف واحد مننا فرحان. ما بدي أي اعتراض لأنه اليوم رح نحتفل. لعيونك، تفضل فوت. صدقوني هذا الشيء اللي صار معي بالحرف الواحد. ما كان بدي أحكي شيء بصراحة، بس أنتوا فكرتوا شيء؟ أنا ليش ما عرفتكن على كرم كل هاي الفترة اللي مضت؟ أحكي شو السبب؟ كرمال أحميكن منه طبعا. كرم وحش خطير كتير على فكرة. لأنه حلاوة كتير مهم. طبعا لازم الرجال يكون قد حاله بهالأيام عادي. كمان في شغلة تانية ما حكيتها. كرم من فترة كان بالسجن. لا تقولي إياه. الأخ هربان من الجيش. هرب؟ وعنده 3 أولاد ومتجوز بالسر كمان. شو؟ معقول؟ تعرفي أمي أنا كنت متوقعة هالشي لأني ما عندي حظ أبداً. معلش حبيبتي. كمان في شغلة، كرم مدمن وعنده مرض نفسي للأسف بيضل يكذب على الناس وشواربه حتى على الأغلب يكونوا تركين. للصراحة هو إنسان كتير منيح، يعني كرم ما بيأذي حدا وعم يحاول يتخلص من عاداته البشعة شوي شوي، بس يعني لسه قصة علاج الإدمان مطولة. أنا لهلأ مو مصدقة القصة. معك حق، هذا هو كرم. كذب عليكم؟ لا طبعاً، يعني حياة هي أختي، يعني ما بضحي فيها أبداً. تسلمي لي. وأنتو بالذات أكتر من أهلي. أنا مو مصدقة هالشاب مو مبين عليه أبداً غير الذوق والأكابرية. إيه فادية، لازم نلغي صالة العرس والضيافة كلها، وكمان قولي لهم ما يبعثوا لنا موديلات كروت العرس اللي وصينا عليها. انا بحل كل شيء خلص، طمني. ويالي حظي وبعرفه. جاتي اذا ما اكثر الشوارب متنكر. بصحتك وبصحة قصة حبك. اقبال عندك. أنا هيك مبسوط، ما بدي حب. بيسام بتكون رفيقتها لحياة كتير مثل ما بتعرف حضرتك. بعرف على شو عم تلمح. بس بطمنك حياة مرتبطة، يعني هي طلع عندها حبيب. عم تمزح؟ أوف، إيه أنا وقت شفتها حسيت إنه أنت وياها كتير قراب لبعض. إيه بس يعني اللي بيناتنا علاقة شغل مو أكتر وما في شي تاني. حلو، شو هالخيانة هي؟ شايفكن هون؟ كرم بيك فايت بعلاقة وجاي لحتى يحتفل لك. أها، يعني منقول مبروك؟ والله أنت اللي بتفهم. عقبالك. تعا فوت. شكلها ليلتنا طويلة لك. بس ننعس من نام. لعمة لعمة، لك شو هالحظ هاد؟ شب مثل فلقة القمر، معقول يطلع هيك؟ خلطي يلا خلطي، تعلموا تعملوا شي بهالحياة. برش منيح حياة، شبكي نايطة هيك؟ بعرف انك زعلانة وما عم تصدق اللي صار، وبعرف انه كرم هو السبب. معلش لك طلع انسان بلا اصل وخلاني انغش فيه. ملاحظة انه امي وخالتي فاتين حالة اكتئاب؟ انا بعرف امي منيح، بدها تضل تلد وتعجن. ألو؟ شو عاملين بغيابي أنت وياها؟ اعترفوا. ما في شي ننحسد عليه حياتي، اليوم الخالة أمينة ومعها فادية سلمونا شغل المطبخ والأكل والجلي كمان، كل هالشي بسبب السيد كرم. وعم يستغلوا طيبتنا بغيابك يا روحي. قليلي شو طابخين؟ والله أكلة ما كتير بتحبيها. قليلة قليلة، بتكون جوعانة كتير وعم تتجهون. رح أعطيكي حرفين، أكلة بتبلش بالواو وبتنتهي بالباء. يعني ورق عنب؟
شلون بتعملوا هيك أكلة وأنا ماني بالبيت؟ هي اسمها خيانة ومؤامرة. أنا بورجيكم كلكم. خلص يا روحي أنتي، خالتك أمينة ما رح تحرمك أبداً من أكلة بتحبيها تكرم عيونك. روقي علي أنتي، بس خلص طبخ فوراً ببعت لك حصتك مع شي حدا دغري على الحارك، وببعت لك حلو كمان تكرمي. شكراً كتير خالتي أمينة، والله أنتي أحلى طباخة بالعالم. اسمعي، حواليكي هنيك بالمشفى ما في شي دكتور حليوة عليه العين يكون ابن حلال وبيلبق لبنتي حياة عمره يكون بحيطان 30. يلا شوفي لي شو الوضع، يلا ناطرتك. لك امي استسلمي بقى، ما عندك غير هالسيرة؟ لك والله انا ما كنت بعرف انك دارس علاقات عامة. لك بلشت بالعلاقات العامة بس الظروف ما خلتني كفي، رجعت سويت علاقات عامة بسواقة. لا مو طبيعي بنوب، لك شو دخل العلاقات العامة بالنقل؟ كان ناوي يفتح شركة نقل. ليك أنا بس بدي أفهم، أنتوا الاثنين كيف متفقين؟ لك أصلا ما حدا بيفهمني قد أخوه. بس أنا أذكى منه ها، بس هو حظه أقوى. حرد على التليفون وارجع لكم. ماشي. بشرفك هلأ عن جد انت دارس على بيني وبينك عم فكر كم. ألو أهلين شوقي بيك. أهلين مراد بيك، وصلت للاسم اللي نوران طلبته. شكرا كتير لألك لأنه تعبناك معنا اليوم. العفو، طلبات نوران أوامر وعلى العين والراس والله. اللي وصل صوركم لعنا على قسم النشر شاب اسمه زياد أكوي. زياد؟ ايه هذا الشاب عارض أزياء على الأغلب، ويمكن أنه مشتغل مع سارتي من فترة. طيب شكرا كتير. العفو، مع السلامة. مور مراد بيك، تعرفي لي وينه هذا التافه اللي اسمه زياد أكوي اليوم؟ هو اشتغل معنا عارض من فترة. أنا شو بيعرفني وين بيكون؟ فورا تالا. طلعي فيني داليا، تعالي قعدي هون شوي. مو قدراني أقعد، كتير تعبانة، بدي فوت نام. شو ما سمعتيني؟ هاي قعدت. في شي مرة من أول ما تجوزتي لهلأ تصرفت معك وكأني حماتك؟ وأنا كمان ما تصرفت معك بحياتي تصرف يخليكي تكرهيني. أنت الظاهر ما عم تشوفي حالك أبداً، بس لو عم تنتبهي لحالك بتعرفي شو قصدي منيح وشو اللي بعني. أنا ما عم هون أنا الكبيرة وأنا المسؤولة كمان، وبدي أعرف كل شي وأعطي رأيي. إيه يا ريت تختصري. تصرفاتك مع مراد صايرة كتير مزعجة، وأنا بعرف منيح شو غايتك ولشو بدك توصلي كمان، بس طالما أنا عايشة وما متت مستحيل اسمح لك إنك تخربي أو تنزعي علاقة الأخوة مع بعض. شوفي أنا لهلأ ما قلت شو عم تساوي بمراد قدام ابني عزت، ما عم يطلع من قلبي يكون حماية مشان ما أنزع حياتكن، ولا كان لازم عزت يعرف ويتصرف. بس أنا عم أعطيكي كمان فرصة وخليكي تفكري بالوضع منيح مشان ما تندمي بعدين وتتضايقي، وبنصحك تفكري منيح بالحكي والطبقيه. وإذا بسمع إنك حكيتي مرة تانية مع مراد مستعدة أحكي فوراً لابني عزت فوراً وخليه يقلعك. أنا حكيت اللي عندي. يلا مراد شو عم بتساوي؟ تعال يلا يلا شوي وجاي، ناطر تليفون ضروري. ايش شو سنترال؟ ايه تالا مراد بيك، وصلت هلا لمعلومات ولرقم تليفون الشاب زياد. لك خلصيني وينه هلا؟ بملعب فنار بخشة، قال في ملعب لكرة السلة هنيك هو ورفقاته هلا. اعطيني مفتاح السيارة.
خير؟ ليش شو في؟ شو القصة؟ احكي. هات. لوين لوين؟ وين رايح؟ شوي وراجع، ما بطول، ما حدا يلحقني. هلا بنفهم، تعال. باينتو كتير معصب. طيب قلنا بس انت لوين رايح مراد؟ هلا رح ناكل مخالفة من الشرطي لأنك عم تسرع كتير. هلا وقتك انت؟ ليك أخي اسمع، ممكن تفهمنا لشو هالعصبية كلها؟ العصبية ما لها منيحة وانت عم بتسوق، بدك تهدي. هلا بتشوفوا العصبية على أصولها وقت تشوف زياد. بس أخي يعني مين بيكون هذا زياد؟ تتذكروا لهذا التافه اللي كان حايم حوالين حياة بالحفلة؟ أنت من وين بتعرف هذا الموضوع؟ ما فهمت أي موضوع. حياة رفضت إني أحكي لك، بس طالما وصلت الأمور لهالنقطة هي فبحكي لك. الواطي تحرش فيها وحاول إنه يبوسها كمان. كيف؟ وهي لهذا السبب تركت الحفلة وراحت وضلت عم تبكي كل الليل. طبعاً هي أكدت علي إني ما أقول لحدا ولا حتى لألك. زياد! لك ليش هيك عملت؟ شو عملت؟ ليش عملت هيك؟ ليش عملت مين هذا الصحافة؟ ليش؟ اتركوني عليه! اتركوه اتركوه خليجي، تعال شوف خلاص بقى! لمين عم تقول خلاص ولا؟ يا شباب خلاص خلاص بكفي. ولك مين انت؟ مين انت اللي تتعرض لمساعدتي؟ هي اللي دبقتني مو أنا. يعني مو محرزة تزعل كرمال واحدة مثلها. ليش هيك عم تاكلي انتي؟ هي القطعة اجت بوقتها على فكرة، بمناسبة انه انحلت مشكلة كرم. نحن مرتاحين معناها. يعني هلأ ما بيضل غير قلبي انا المكسور. من لزقه لا تخافي. شو بصير يعني اذا كل الامور صارت مثل ما بدي؟ هاي صار عندي شغل وعم بقبض معاش مرتب، وابي وامي الا ما يتعودوا على هالوضع. هاي عملة بتعملها فيني مراد، الله يسامحك. شو كان بده بهالمخلوقة؟ قولوا لي شو كان بده فيها؟ ليش هيك عمل؟ لك حاجة تنقي؟ شو صار لك؟ احمدي ربك انه رجع لها قبل ما يصير شي بيناتكم. كان ممكن يعملها وانتي معه بعدين. ما بيعملها. ليش؟ شو المانع؟ لانه يا روحي وقت اللي حياة نامت غطاها. يعني هو هيك في عنده رجولة، لهيك ما رح صدق انه عن جد في شي بينه وبين هي المريضة النفسية اللي اسمها مرام. لك والله رح يقتلني تفاؤلك هاد. برأيي انت كمان عم تضحكي على حالك شوية روحي. مثال هلأ لو بينفتح هالباب وبيدخل منه مراد، شو بتعملي؟ لو بينفتح الباب وبيدخل مراد لعندي، بدنا دكتور. انتو شو عم تعملوا هون؟ انت اللي ليش جاي على المستشفى؟ شو صاير لك؟ خلص اتركونا من الاسئله هلا، خلينا نشوف شو صاير. انا منيح هلا، بس الباقيين مو كتير، يعني مو كتير مناح. الباقيين؟ قصدك في غيرك؟ أنا ما فهمت هلا، يعني عم تقول لازم نشوف الطرف الثاني، بس هلا وضع حضرتك مانو مبشر بالخير أبدا. اسمك أسيل مو هيك؟ هلا الشغلة اللي منيحة كتير هي إنه إجينا لهون برجلينا مو محملين. طمنيني عنه، وضعهم منيح؟
والله بدك وقت. بيسان اجاني غدر الواطي وكان رح يشوهني خلقتي كمان. صوري ولك هس 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 ادفع عنفك لفوق، والله انفضحت قدام حبيبتك. انت عم تقولي حبيبتك؟ حاجتك تعلق بقى كرم، ارفع راسك احسن لك. طيب امسكي لي ايدي لحتى طيب. الله يخليكي. تحسنت ما هيك؟ ايدي مو مهمه، نفسيتي اللي تحسنت. لانك ضربته نفسيتك تحسنت؟ لا مو هيك، فرحت من قلبي بأنك مو مرتبطة بهذا اللي اسمه زياد. بالمناسبة رح حاسبك لأنك خبيتي اللي صار، بس بعدين مو هلأ. أنا فكرتك ضربته لزياد لأنك عرفت أنه هو اللي سرب صوركم أنت ومرام. أي أي هو السبب بهي الإشاعة. يعني قصدك تقول انك انت ومرام ما رجعتوا لبعضكم؟ مظبوط هالحكي؟ هالاحتمال مستحيل. ليش عم تسألي هالسؤال؟ هيك مو لشي. حضرتك ليش فرحت اني انا ما طلعت مرتبطة بهذا زياد؟ هيك مو لشي. عذبتك معي اليوم، شكرا كتير لك. أنا بعمل أي شيء، المهم تكون مرتاح. لا تاكلها. على فكرة قديك دفتني مراد، قصدي لما مسكت لي إيدي دفيت. ما بتعرف المثل؟ إذا كنت بردان حرارة الحب هي اللي رح تخليك دفيان. يعني إيدي اللي دفوكي ولا الحب؟ لا ايديك. انا حاولت اشرح لك بس الظاهر ما عرفت، او انت فهمت الموضوع غلط. لك عن جد نيتك عاطله مراد. هلا هذا اللي طلع معي. طيب خلص، شو رايك نغير هالسيره؟ ايه بيكون احسن. ليكم بالاسعاف. انور ومراد صار صلماز، والسيد كرم اكار. تفضل. نحن شو الموضوع؟ في شكوى مقدمة تطفون. جد مو عادل، ليش هيك عم بيصير؟ حبيبتي هاد العدل، خليه مشان يتعلم، خرجه بيستاهل بعد كل يلي عمله فينا. اوف، انا ما عاد فيني اتحمل هالوضع هاد. اسمعي يا روحي، بتعرفي شو هو الحب؟
التحمل والصبر. هلا بدك تعملي لي حالك بطلة، كل القصة انهم اخذوهم على المخفر وهلا بيرجعوا. لا يا رفيقتي لا تحكي هيك، يعني حياة والله عندها حق بانها تزعل. مراد بيك اقل شيء بينقال عنه انه تحفة فنية عن جد، لانه الله خلقه وكسر القالب ومستحيل تلاقي حدا تاني مثل جماله. هالشاب عن جد لقطة. لشو هيك عم تحكوا يا بنات؟ شو يعني انتم مو مصدقين اني زعلانة منه؟ هاساس مو مبين انك عم تمثلي؟ بنصحك هيك حركات بتعمليها مع غيرنا، من ورا مشاعرك صرنا نحن الضحايا كمان. ايه وعلى اساس انت احسن منا؟ شفنا شو عملتي. لشو شفتي؟ احكي كل اللي عملته اني ساعدت الزلمه، شو بدكم يعني اتركه لحاله؟ خلص انتو التنتين عن جد وجعتوا لي راسي. ماشي وهلا شو بدنا نعمل؟ معقول نضلنا هيك واقفين وعم نتفرج مثلا؟ نحن اكيد ما رح نضل واقفين هيك. شغله المساعده انها تكون مع مديره، انا لازم اكون مع مراد، قصدي قول مراد بيك. يا بنات ما بعرف شو صار لي بس انا متوتره. يا بنت يلا فيقي لشوف، قومي حاجتنا التنبلي، اكلنا وعبينا بطننا وراحت علينا نومه. اذا ضلينا هيك اكل ومرع وقلة صنعة رح نموت بكير. رح دق لحياة. عن جد امي مو طبيعية، بحس انها بتعرف كل شي عني. شو بدي قلها هلا؟ خلص ردي خلني. الو اهلين امي. بنتي قديش ساعة معك هلا؟ امي معقول اتصلتي مشان الساعة؟ ايه عنا ساعة بالبيت؟ الساعة 10:30. يلا عالنوم بس اجي بشوفك. حياة انا مو ناقصني جنان. اتركي يا سكري. فهميني بنتي انا بعدكن على المشفى كرمال تشتغلوا هنيك يعني؟ رحتوا على اساس توصلوا الحلو وترجعوا بسرعة. انا مالي راجعة امي، ما فيني. صار معنا مشاكل كثير هلا. بيسان رح اعطيكي بيسان وهي بتحكي لك. مرحبا خالي أمينة. خير. شو بدي قلك، هداك قرابي أبو صوابق عرفتي؟ ايه كرم بالضبط رجع فات على المخفر مرة تانية. لا لا تقولي يا شوفي انت ومش الحال خالي. أمينة شو بدي امزح معك بهيك شغلة؟ أمي وحياة الله قدام عيوننا أخذوا الأشرف على المخفر. أمينة شوفي شو الموضوع؟ ليكي هلأ مو فاضيين، برجع بطمنك وبحكي لك التفاصيل بعدين. يلا باي باي. لحظة لك لا تسكري. لحظة لا تسكري. لك شو الموضوع؟ العمى سكرت بوشي. يلا احكي. عصبتني؟ مو وقتها صبايا، انا مالي متحملة، انا ما فيني ضل هون هيك، ممكن موت، يمكن يلزموا شي شغلة بعدين، يلزموا اكل محامي واكيد يعني بده تياب كمان. رح توجعوا معدته لانه معه قرحة، ايده كمان مو منيحة. سكتي ما في داعي لكل هدول. هلا المحامي كتير ضروري، بس اول شي لازم نتصل باهله لمراد. ما معي رقم حدا منهم، رح اخبر تالا وبتخبرهم. حلو كتير، انت رح تتصلي بتالا وتخبريها، وانت فوتي لجوا جيبي كل التقارير على السريع. ماشي لازم ناخذهم على المخفر بيلزمونا. تعي نخبر تالا. يا ربي دخيلك. شو صاير معهم؟ انا قلبي مو مطمن هالمره، ولك عم نسمع اشكال الوان عم تصير. ممكن يكونوا وقعوا بين ايدين المافيا العالميه وجماعه تجار الاعضاء مثلي. الله لا يقدر بعيد الشر عنه. والحرامية بيكونوا معبين الشوارع بهالوقت. يا ربي دخيلك. جماعة الفدية؟ لا قتالين القتلة. قولي وفي المغتصبين. يا ربي دخيلك شو هالحكي، رجلي ما عاد يحملوني. من تحت راسك ضغطي صار 1500 وليه؟ لا وانا اللي سمحت لها وخليتها تروح لهني. شو لازم نعمل هلا؟ شو رايك نروح على الشرطة؟ يلا قومي. ايه حلوة هالفكرة. يلا بسرعة قومي لك. استني شوي وليهب لهن، من الاساس قالوا انهم رايحين على المغفر مو هيك؟ ايه بلا قالوا. ايه فهميني شو رح نقول لهم اذا رحنا لعندهم؟ لا تاخذونا، حابين نعرف اذا بناتنا وصلوا لعندكم ولا لسه ما وصلوا، ها؟ والله قلبي ارتاح هلا. ليه؟ الشيء المنيح انه كرم متورط بالمشاكل واخذ جزاته. يعني ما عاد خطر على المجتمع. يا ربي دخيلك. دك ليش هالضحك؟ عم بضحك عليكي. ليه؟ لأنه حكيك كتير معظوم. شو يعني بالمخفر؟ ليش هني هنيك؟ يا الله دخيلك، ومين اللي مشتكي عليون؟ طيب بأنه مخفر هلأ؟ ماشي تالا. طيب بنتي يسلموا. لا 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 أنت لا تتصلي بحدا. طيب خلاص أنا رح أتصرف هلأ. شوفي عزت أولادنا يا خانم صاروا ينشحطوا على المخافر. أنوار كمان ولك وحتى كرم معهم.
طب احكي لي شو اللي صاير؟ أنا متخانقين مع شلة شباب. يا الله، وهلا كيف وضعهم؟ ان شاء الله ما حدا منهم متأذي. ايه شو بعرفني؟ لشو كل هالعياط بهالليل؟ خير ان شاء الله. والله شكله مو خير يا امي. ليش شو في؟ مراد وانوار عاملين مشكلة، وهلا مشرفين بالمخفر. ها؟ ما قلت لكم رح يجوا لهو مثل الشاطرين؟ رح خليكم تدفعوا ثمن عملتكم. لحظة كرم. ما في داعي لكفي يا شباب. سكر تمك وعود. وبس لنخلص نتحاسب. سامعين كلياتكم كيف لساتوا عم بيحاكيني؟ لأنه الحكي اللي حكيته بيستاهل تسمع هيك جواب. إذا ضليت عم تلعي كتير أسنانك هدول بهرر لك ياهم فهمت ولا لا؟ خلصنا. خلص انتهينا. كل يهدى، ما حدا يحكي أبدا. فوتوا لجوا. وقفوا هنيك. تفضلوا لجوا. يلا يلا. خلينا نبلش مع حضرتك. الهوية لو سمحت. مراد صرص الماز، عن جد أنت من عائلة صرص الماز؟ إيه. غريبة، لما بيجي لعنا حدا من العيال الكبيرة بيتعبى المخفر محامين. برأيي مو نحن اللي بحاجة، هنن اللي بحاجة محامين. في شغلة مهمة، الشخص اللي واقف برا ذاكر اسمي وأسماء اللي بهموني ومؤلف علينا أخبار كاذبة، وفيني أثبت لك. العفو منك، مثل ما حضرتك بتعرف، هذا اسمه تعدي على الحياة الخاصة. طيب رح تحكوا كل هالشي بس مو هلأ، خلوني دخل معلوماتكم بالأول. معقول تخلي ولاد عائلة صارصة الماز الكبيرة يباتوا الليلة بالنظارة يا عزت؟ كان لازم يحسبوا هالحساب قبل ما يتورطوا ويعملوا مشاكل. يمكن ولادنا ما إلهم علاقة، شو بيعرفنا نحنا؟ شو الفرق يا أمي؟ معلش تفهميني؟ هنن بيعرفوا رأيي بهالمواضيع منيح. يا الله ما عم بيرد على التليفون. أكيد ما حدا رح يرد، لأنه بيكونوا أخذوا لهم الموبايلات. وشو لازم نعمل هلأ؟ شو لازم نعمل كريمة خانم؟ عزت لازم يتصل بمدير الأمن لحتى يطالعوا الأولاد. ماني بتصل بحدا بنوب، رح أتركهم يقضوا هالليلة بالنظارة لحتى ترجع عقولهم لراسهم. أنت حر، خلي ابنك يضل بالنظارة، بس أنا مستحيل خلي ابني يقضي ليلة واحدة بهيك مكان. هلأ فيا ابنك وابنه يا بنتي؟ شو في داعي لهالحكي الفاضي؟ عاملين لي فيا قطاع طرق بنص المدينة، إذا طلعتهم ما في واحد منهم رح يتربى. أنت سلبي كتير. أنا رح روح طالع ابني من هنيك. داليا، إذا طلعتي من هذا البيت فبدي إياك تعرفي إنه ما لك رجع لهون. حضرتك شو بتقول لعائلية صارصة الماز؟ بالظاهر شوفير مراد بيك، بس بالحقيقة أنا صديقه من أيام زمان، يعني رفيق الدرب، أخوه بالدم، وجاهز للموت مشانه. شوفير بيكفي. لا عفوا ما بيكفي، اكتب كل شيء قلت لك يا، شو رح تخسر؟ ليك اذا بتحب خبره عن هواياتكم المشتركه كمان. وقت هالمزح. اذا خلصنا شغلنا حضره الضابط فينا نمشي؟ ايه طبعا، بس بالاول المفروض توقعونا على الاقوال ومنكون خلصنا. تعالوا معي. لو سمحتي يا انسه. وين وحدك يا انسه؟ استنى انت يا واطي. حضره الشرطي الحق على زياد، مراد بيك ما دخلوا بشيء، صدقني هذا الحقير هو السبب بكل اللي صار معنا. شو هالتخبيص هذا؟ شو عم يصير برا؟ انت بلا شرف. حضرة الشرطي مراد بيك عن جد ما لزم، هو عمل هيك لانه بده يدافع عن شرف عائلته وعن شرف موظفه بتشتغل بشركته. مفهوم مفهوم. حميت ربك نحن بالمغفر، وقال لك انت فرمتك فرم بسناني. ايه. يا حقير يا تافه، لسه اذا كان علي كنت ذبحتك. خلص يا شباب، لا عاد تاكلوا هم، وصلوا محامين الدفاع وما عاد نحتاج اي شيء. لا انور، بدي اكل هم لانه ممكن نحن اللي رح ننام بالنظاره اليوم بسبب محامين الدفاع. بتشوفوا يا متوحشين، طلعوا جايبي لكم معنا هدول التقارير الطبية من المشفى، لكن حبيبي أنا بتعملوا فيه هيك؟ هدول المتوحشين ضربوه. فهد قالت عني حبيبي. بشرفي هي أحلى لحظة بحياتي كلها. أعصابي باردة، مالي عرفانة شلون ماسكة أعصابي، جاي على بالي قتلك واشرب من دمك. برأيي ما في لزوم لأي تقرير بنوب، النظر لوحده بكفي. يا جماعة حبيبي أنا، عم تفهموني؟ عاملين خرايط بوشه وآذينه بهالشكل؟ مو قدرانة أطلع بوشه مرة ثانية. لسان، بتعرفي انه حكيك هذا عم يقلل من قيمتي؟ خلص اسكت مشان الله بقى، هلا مو وقت الكرامه تبعك. حضرة الشرطي شايف هالزلمه هاد عاربونا زنفتين، لا تصدقوا كلمه من اللي بيحكي، لانه باكد لكم انه عم يكذب، كذب علي وضحك علي كمان وكان عم بيحاول يستغلني. واحد ما عنده لا شرف ولا اخلاق، انا اللي بدي اشتكي عليه. شو فيها يعني؟ ليش مكبرتيها للقصه؟ اكلت كف منك ومشي الحال. ها؟ سمعتها شو قال؟ بس اذا بتحبي بنرجع بنجرب مره ثانيه. يا ورد خلاص.
aşk laftalanlar mı? Tesadüflere inanma. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere love.